موجز التاسعة صباحا من قناة السعودية، أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق تهاني وأطيب تمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة طراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار. نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بمملكة البحرين بمطار قاعدة صخير الجوية سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز والوفد المرافق الذي يضم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية. كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. في آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة مساء أمس عن تسجيل 349 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 352,950 حالة إصابة، فيما سجلت 379 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 339,947 حالة تعافي، كما سجلت 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5,641 وفاة. تمكنت قوة الجيش اليمني من صد هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في جبهة نهم شرق صنعاء. مصادر عسكرية أكدت أن ما لا يقل عن 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، فضلا عن إصابة العشرات بنيران الجيش وطيران التحالف. وفي جبهة الجوف أحبط الجيش اليمني محاولة لميليشيا الحوثي الانقلابية لاستعادة مواقع خسرتها مؤخرا في شمال الجوف،
هذا وتخوض قوة الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة لدحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عدد من جبهات القتال وسط خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الميليشيا. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة، وأشار الرئيس المصري إلى سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع بشأن سد النهضة ويحفظ حقوق بلاده ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية. في ختام الموجز ندعوكم لمتابعة أخبار قناة السعودية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. إلى اللقاء.